أخبار اليوم. دكتور محمد بدري محافظ الأسرة، أهلا بحضرتك معنا في أخبار اليوم. أهلا بيك. إزيك دكتور محمد؟ كلمنا النهاردة عن زيارتك للقرية هنا وتوزيع المواشي الموجودة. والله القرية هنا النهاردة جمعية الأرمان مع رئاسة مركز المدينة والقرية متحدد لها يعني عدد كويس، وإن شاء الله هنوزعه على الناس، وده وفقا لكل اللي بيتم في مستوى الجمهورية إن شاء الله. النشاط ده من ضمن الأنشطة الخيرية اللي موجودة في المحافظة، من ضمن الأنشطة كتيرة اللي حضرتك بتعملها، بدأت تعملها منذ توليك المنصب. لا بص، هيك احنا دايما لما بقول احنا عندنا يعني ثلاث اتجاهات بنشتغل فيهم: الحكومة، المجتمع المدني، ورجال الأعمال. المجتمع المدني هنا قايم بشغل كويس جدا، وطبعا ما يخص بالذكر جمعية الأرمان اللي من ساعة ما أنا جيت بصراحة شغل معاهم هايل جدا، مش النهاردة فلوس الماشية بس، ولكن في أنشطة كتير مختلفة. والنهاردة استكمالا كمان، مش استكمالا بقى، هنقول بداية إن شاء الله اللي هنعمله في رمضان بإذن الله هيبقى في حاجات كويسة جدا للناس. حضرتك أصريت إن يكون معك فريق عمل شغال. طبعا. يعني عكس المحافظين كتير إن هم بيقولوا إحنا بنعمل وإحنا بنعمل، لكن أنت دايما بتحاول تساند رجالتك. لا أنا ما بساندش، هم اللي بيساندوني. أنا بعمل، أنا مجرد إن أنا بحاول أذلل لهم العقبات. اللي بيشتغل فعلا هم اللي بيشتغلوا، هم اللي بيشتغلوا على الأرض، هم اللي بينفذوا. كل رؤساء مراكز المدن، أحمد في شغل المجتمع المدني، محمد بيه السيد في مركز مدينة إسنا وأكبر المراكز في الأقصر، وعامل شغل. والناس كفاية إن هم، أنا ببقى فرحان جدا لما الناس بتبقى عارفاه أكتر مني، فدي حاجة بتبسطني جدا. وكل رئيس قرية بلاقي إن الناس عارفاه والناس قريبة منه وبتسمع معاه وبتتكلم معاه وبيشتغل معاهم، دي أهم حاجة. المحافظ مش هو اللي هيشتغل لوحده، المحافظ مش هو المحافظة، المحافظة بشعبها وبأبنائها. واحسن حاجه ان انت كمان معاك النهارده اثنين من ابناء المحافظه، وبيبذلوا في المحافظه جهد خارق، وربنا يوفقهم ان شاء الله. في طبعا ببقى قاعد في المكتب كتير، بيبقى في اجتماعات، بيبقى في شغل تخطيط، انما في ايام طبعا بيبقى لازم نتواجد مع الناس بنسمع منها. النهارده كان عندنا يوم المواطن، كنا في إسنا، احنا يعني سنينا سنه جديده بناء على الاجتماع مع رؤساء المراكز، ان حسينا ان احنا مش واصلين للناس قوي، فابتدينا ننزل في المجالس القرويه، وبعد كده بنعمل اجتماع مع الناس بنسمع كل حاجه تتعلق بالقريه الام والقرى وطبعا الرجوع، ثم بنعمل جولات تفقدية من الشكاوي بتاعت الناس، بننزل نشوفها على أرض الواقع ونشوف هنقدر نحل إيه. في حاجات إحنا كدولة بنقدر نحلها، في حاجات مجتمع مدني بيحلها، في حاجات من رجال الأعمال، في حاجات من الأهالي. يعني في النهاردة في أحد المزلقانات الأهالي قالوا إلا إحنا هنجمع وإحنا هنخش وهنشتغل، المهم إن إحنا نقدر كلنا نتكاتف مع بعض ونوصل لحلول على الأرض. يعني لازم لما نشوف المشكله وناخد القرار على الارض نبتدي ننفذ بسرعه، ثم بعد كده بقى بتبتدي عندنا لجان المتابعه الميدانيه بتبتدي تشوف اللي احنا قلناه دوت بيتنفذ ازاي. طب يعني السياحه والاقصر الفتره اللي فاتت كانت الاقصر مدينه مش سياحيه زي الاول، يعني السياح يعني مش جاذبه للسياح. هل حضرتك في خطه عاملاها المحافظه والوزاره بحيث انها نعمل تطوير للوزاره؟ طبعا خطه احنا نسب الاشغال عندنا 15-16%، فترات دي فتره الصيف، في ناس بتقول انها دي يعني نسبه كويسه مقارنه بالسنين اللي فاتت. طبعا دي غير مقبوله لمدينه الاقصر، زي ما حضرتك قلت مدينه عالميه، لازم نسبه الاشغال حتى لو في الصيف تبقى اعلى من كده. احنا دورنا كمحافظه بنجهز البنيه الاساسيه، ابتدينا نشتغل ان نفتح المزارات كلها ان شاء الله، حتى في البر الغربي هنفتحها مساء للمزارات. بنعمل تشجيع للسياحه الداخليه، بننسق مع وزاره السياحه ووزاره الثقافه والطيران والاثار ان شاء الله يعني بنجهز للصيف القادم، ولكن حجوزات الشتاء ان شاء الله مبشره. يعني مش عايزين نتفائل قوي بس ان شاء الله مبشره كويس جدا عن حجوزات الشتاء، وفي من اسواق جديده ان شاء الله هتخش علينا في الشتاء اللي جاي ان شاء الله.